معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من الموصل الناشطة المدنية سيدة ميسون البياتي، مرحبا بك. إذا منظمة يونيسيف أكدت أن في تقريرها الأخير بشأن أوضاع المرأة في العراق، أكدت أن العنف لا يزال يهدد النساء والفتيات في العراق. كيف ترين ظاهرة العنف ضد المرأة في العراق؟ أهلا وسهلا. طبعا ظاهرة العنف منتشرة في العراق وفي تزايد، للأسف الشديد لا زالت المرأة في العراق يحيط بها خطر العنف على كافة الأقعدة. لدينا في العراق ظاهرة لاستهداف النساء الناشطات المدنيات أو النساء المشهورات، فبالتالي يكون استهدافهم عن طريق قتلهم من قبل شخص مجهول ولم يتم الكشف عن هوية الجاني لأسباب مجهولة. فحاليا المرأة في العراق لا تستطيع أن تعيش بأمان ولا تستطيع أن تتحرك أو تدلي برأيها أو بالأمور اللي تخص حياتها ومستقبلها ومستقبل النساء في العراق، لأن راح تكون مستهدفة من قبل جهات مجهولة. هل تعتقدين سيدة ميسون أن ظاهرة الزواج المبكر تدخل في تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة العراقية؟ بالتأكيد ظاهرة الزواج المبكر مرتبطة بالعنف، كون معظم النساء في العراق غير قادرات على إعالة أسرهم بالأخص بعد الحروب اللي شهدت العراق، فبالتالي اللي تكون ضحية هي المرأة أو الفتاة الصغيرة اللي تكون على الأغلب غير مكتملة لا جسديا ولا نفسيا، فتتعرض للزواج المبكر تكون ضحية هذا الزواج، إنه هي تكون صغيرة في العمر وما تعرف حقوقها وحقوقها القانونية أو الحقوق اللي ممكن أن تحميها، فتكون بكل بساطة أرضى للعنف، العنف الأسري المنتشر حاليا. نعم. إلى أي مدى تعتقدين أن المنظومة القانونية في العراق تكفل الحماية الكافية للمرأة من العنف الواقع عليها؟ المنظومة القانونية بحد ذاتها كقوانين هي تحمي المرأة. نعم. لكن وصول المرأة للقانون هو هذا الصعب. لأن المرأة في حالة تعرضها لأي عنف أسري كان من الصعب أنه تلجأ للقانون، أولا من الناحية المادية هناك معضلة من الناحية المادية، ثانيا من ناحية الوعي القانوني أغلب النساء في العراق ليس لديهم هذا الوعي القانوني ومعرفتهم بالحقوق اللي كفلها الدستور لحمايتهم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك من الموصل الناشطة المدنية السيدة ميسون البياتي.